خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لمريم. صحيح، مريم بنوتة محترفة في صيانة وتصليح الدراجات. تعالوا نتعرف على حكايتها من خلال هذا التقرير. علاقتي بدأت في العجل طبعا عن طريق بابايا، تمام. هو فني دراجات برضو، كان يعني هو بيشتغل في الدراجات وكده، وانا بنزل معاه من صغري. طبعا اتعودت معاه ان انا اتعلم منه، حبيت المهنه والفكره منه، كنت دايما بعمل ان انا انزل معاه كتير وكده. حبيت الهوايه وهويت الصنعه كمان، مش بس ان انا اتعلم كركوب او كده يعني، لا، كانت عندي الصنعه اهم من ان انا اتعلم كهوايه ركوب. ويعني نزلت معاه كتير ايفنتات، نزلت اتعلم معاه كتير مبادرات، منها مبادره وزاره الشباب والرياضه، كانت مبادره دراجتك صحتك ومبادره دراجتك دخلك. كنا طبعا بنساعد الناس ازاي تستلم العجل، كنا بنكون احنا الفنيين المسؤولين عن الصيانه. وطبعا مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كنت واخده منه الدعم والرعايه، تمام. انا بدرس ثانويه عامه علم رياضه، وبدات يعني من وانا صغيره مع بابايا كتير قوي كفن وكمهنه، ان انا انزل اتعلم في الشارع، اشتغل بايدي، ازاي اصلح، ازاي ان انا افهم في خامات العجل، ازاي افهم في الاكسسوار وقطع الغيار، ازاي ان انا اقدر. ودي كانت حاجه حلوه يعني، انا ما كنتش شايفه ان ناس كتير انتقدت الفكره ان انا بنت وبشتغل في صنعه، بس انا ما كنتش شايفه ان دي حاجه وحشه، بالعكس يعني دي حاجه جنب دراستي، وشايفه ان انا ما قصرتش في دراستي باي حاجه او كده او حياتي العمليه، لا، في ترفيه وفي حياه عمليه وفي دراسه في كل حاجه، مش شرط ان انا اكون شغاله في مبدا واحد يعني عشان ان انا اعجب المجتمع، لا، انا ممكن اكون عكس المجتمع، بس انا شايفه ان انا صح، شايفه ان الفكره ممكن تمهد لي طريق تاني، حتى لو مش طريق دراسه، هو ممكن يكون طريق ان انا مهنه وصنعه، ان انا اقدر يكون ده دخل تاني جنب دخل دراستي، ويكون كمان حاجه يعني حاجه مش موجوده اصلا في الواقع يعني مش كتيره. احنا طبعا يعني بنقدم النصح طبعا لاي حد بيركب عجل، ان انت اول حاجه بتبتدي بيها انت لازم تدور على الامان، اللي هو انت لازم تعمل تشيك كامل على العجله، من حيث مثلا الكاوتشات، هل هي محتاجه ان هي تكمله الهواء ولا لا، هتتزود. لو انت مثلا مش معاك هلمت، انت لازم تنزل بهلمت، دي حاجه امنه جدا ليك، وما ينفعش ان انا حتى لو بركب عجل ان انا استخدم هلمت مكان حد، يعني دي بتكون خطره شويه في موضوع العجل، لان في ناس بتستعين بهلمت مش بتاعتها من حد تاني، فدي حاجه خطره. طبعا لازم كل شخص يكون عنده عجله، لازم يكون عنده اكسسوار صغير زي مفتاح عده صغير، مش شرط ان انت تروح لفني يعني. انا ممكن اكون برشح موضوع ان انت يكون عندك فني وكل حاجه، بس ده الاستخدام مثلا شهري سنوي مش دايم يعني، انت مش لازم يكون معاك فني على الطريق، انت ماشي ممكن تكون ماشي لوحدك في مكان هيقابلك عطل او هيقابلك حاجه، لازم نكون عندنا فكره تساعد نفسك بنفسك. ودي طبعا فكره احنا رشحناها وطلبنا ان احنا نعمل محطات موجوده في وسط البلد وفي جميع طرق العجل وفي جميع المناطق، ان انت لو معاك عجله او دراجه تقدر تساعد نفسك بنفسك، من حيث ان انت تزود كاوتش، حاجه تفكت ممكن تركبها. وطبعا احنا يعني بنقترح برضو ان احنا يكون في سيشن معمول عن طريق بنات، وانا طبعا بقدم ان انا اساعد البنات، لو حد حابب ان هو يتعلم الصنعه، حابب يتعلم المهنه، انا عادي، انا عندي ممكن ناس ان هي تواصل، وانا عادي هنزل واعلمهم في مكان موجود يعني موجود امكانيه للعده والمكان ان انت تتعلم وتشوف الدنيا، مش لازم ان انت تتعلم في حته. فاحنا برضو بننصح الناس ان انت لازم تهتم بدراجتك وازاي تعمل عليها تشيك كامل قبل ما تخرج، دي حاجه مهمه جدا. حاجه
حاجه حلوه جدا ان كل بنت يكون عندها عجله، يعني دي هتساعدك في ان انت ما تختلطيش مثلا، انت لو بتخافي تركبي بوسيله مواصلات انت مش تختلطي بيهم خالص، وفي امان في الشارع. يعني دلوقتي احنا الدوله عندنا موفره لنا طرق للعجل كتير جدا في مدن معينه، وبرده بيتم انشاء طرق للعجل برده في مدن اخرى. ماشي، بنحاول ان احنا نوسع المكان لطريق العجل، يعني انت ممكن تروحي بيها من البيت للجامعه عادي جدا، ممكن تروحي بيها مشوار ترفيه، ودي طبعا بتساعد على ان انت تنمي الصحه وان انت التنميه الرياضيه، والعجل كرياضه هي حاجه حلوه جدا. في الحقيقة البنية التحتية اللي عملتها الدولة علشان تشجع بس المصريين ان هم يركبوا عجل بنية عظيمة جدا، خلت ان يبقى في اماكن او مشروعات زي كايرو بايك، وخلت ان في فتاة صغيرة في هذا السن زي مريم تمتهن مهنة شاقة جدا اللي هي مهنة صيانة العجل، تبقى يعني عجلاتي بنت. شفنا واحدة بتعمل كاوتش يا هدير، شفنا سواقة ميكروباص، شفنا سواقة التروسيكل، وشفنا كمان عجلاتي، يعني كان الله في عون المرأة المصرية. والله يمكن المرأة المصرية عندها إمكانات بتبدع في المجالات اللي احنا بنتخيل انها ممكن يعني ما تقدرش تشتغل فيها، لكن صحيح. الممارسة ووجود الفرصة يعني اول ما يعني وجود فرصة تسمح بدخولها لمجالات مختلفة بنشوف تواجدها وبنشوفه بطريقة ناجحة.